وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نورمين هنو، والنهارده زي ما تعودنا في رمضان هنروح بلد جديد نعمل منها وصفتين جداد. النهارده ان شاء الله هنروح النيجر، وهي فيها 21 مليون مسلم. ومن النيجر هنقدم نوعين من اليخني، اول واحد يخني سبانخ وتاني واحد يخني فراخ. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفات دي مع بعض. أهلا وسهلا بكم، نعمل أول وصفة من النيجر مع بعض، والوصفة هي يخني السبانخ والسوداني. ومقادير اليخني: 4 معلقة كبيرة زيت، 1 بصل مفروم، نص كوب سوداني محمص، 2 معلقة كبيرة زبدة فول سوداني، 1 طماطم مفرومة، ربع كوب معجون طماطم، 3 كوب سبانخ مفروم ناعم، ربع معلقة صغيرة فلفل أحمر، رشة ملح ورشة فلفل. هنحط الزيت على النار وهنحط مع البصل والسوداني. هنحط الملح، الفلفل، الشطة، والصلصة، وهنقلبهم مع بعض شوية ونسيب الصلصة لحد ما تستوي علشان المزازة اللي فيها تروح. هنحط الطماطم وبعدين هنبتدي نحط السبانخ. هناخد شوية مية ونحطها على زبدة الفول السوداني ونقلبهم مع بعض. علشان لما نضيف زبدة الفول السوداني لليخني مع السبانخ ما تفضلش في حتة واحدة، تبقى سايلة وتدوب في كل حتة بسرعة. ونقلب هنا السبانخ عشان نتأكد ان كله تتشوح. ودلوقتي هنضيف زبدة الفول السوداني ونقلبها دلوقتي هنسيبها على نار هادية لحد ما تستوي حوالي نص ساعة. وده بيبقى شكلها بعد ما بتستوي. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النيجر، ويا رب تكون عجبتكم. وبعدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل تاني وصفة مع بعض.
أهلاً وسهلاً بكم. نعمل تاني وصفة من وصفات النايجر، وهي حتكون عبارة عن يخني دجاج. ومقادير اليخني عندنا 6 أفخاذ دجاج مقطع لأجزاء صغيرة بدون عظم، 1 بصل شرائح، 1 فص ثوم، 1 معلقة صغيرة بابريكا، 6 طماطم، 2 كوب طماطم بيوريه، 1.5 معلقة صغيرة زعتر، 1/4 معلقة صغيرة كاري، 1 ورق لورو، 2 كوب جزر شرائح، 3 معلقة كبيرة بقدونس، 2.5 معلقة كبيرة زبدة فول السوداني، و1/4 كوب زيت وملح. أول حاجة هنعملها هنحط الزيت على النار علشان عايزين نبتدي نحمر الفراخ. هنحط الفراخ على النار عايزين لحد لونها بس ما يبقى ذهبي، مش عايزينها تغمق قوي علشان ما تغيرش لون الصلصة. هنحط معاها البصل، الملح، الزعتر، الكركم، ورق اللورو، وكمان هنحط الجزر. هنحط صلصة الطماطم ونسيبها لحد ما تغلي 1 دقيقة كده ولا حاجة، علشان برضو نضيع الطعم المز اللي بيكون في الطماطم. وأول ما تبتدي تغلي عندنا هنا الشطة، الثوم، أول ما تبتدي تغلي هنحط الطماطم ونقلبها معاها. وبعدين هنحطها على نار هادية، وهتقعد على النار لحد ما تتسبك كويس قوي والفراخ كمان تستوي. وبعد كده هنضيف زبدة الفول السوداني بعد ما الفراخ تستوي تماما، وهنفضل نخليها على النار لحد ما تبقى كثيفة أكتر، الصوص بتاعها كثيف، وبعد كده نقدمها مع بعض. ده بيكون شكل يخني الفراخ بعد ما بيستوي تماما ويتكتف، وطبعا خلاص اضفنا له زبدة الفول السوداني. اجيبه هنا اسهل. كده
نكون خلصنا تاني طبق من النايجر. ويا رب يكون عجبكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.